أو نعممها أكثر. عندي الآن صارت الماس واحدة هون، الماس الثانية هون، أحضر الـ M1 أكبر من M2. عندي الآن هون DS على 2 أو DS الدايمتر. DS الدايمتر عندي هون هذه M1، عندي هون جير بوكس RG واحد، هذا اللو سبيد شوك، هذا الهاي سبيد شوك، وعندي هون اي الكتريكال سورس او الكتريكال باور سبلاي. خليني كمان احط هون درايف سبيد درايف. مطلوب مني اكسلريشن هون عند النقطة هذه، والسؤال ايش التورك اللي لازم احطه؟ يعني السؤال ايش تي دي حتى يتحقق عندي؟ اوكي ماشي، واضح السؤال؟ وهذا السؤال مهم لانه على اساسه انا راح اختار حجم المحرك اللي موجود هون، اختار حجم المحرك اللي موجود هون، التورك اللي راح يعطيني اياه بناء على التو ماسز اللي موجودين هون، والتسارع اللي انا طلبته بالحاله هاي موجود هون. بالنهاية بدنا نرجع القانون إلى هاي سبيد شوت. شغلت طيب، إذا هون أنا بدي أرجع كل شيء لهذا الشافت اللي هون، هي الهاي سبيد شافت، أرجع كل شيء. هي السؤال انا بدي ايه هلا، لاحظوا تذكروا بس عشان ما ننسى، ايه من وين بتيجي؟ هاي تي وهي دي اوف تي، السلوب تبع هاي. وين هدول باي منطقه؟ هون بالمنطقه الخطيه اللي موجوده هون. يعني بدي انا هون شيء احقق تسارع معين هون تي، هو هذا السلوب اللي انا بدي احققه عشان نحقق بروفايل فيلوستي. عشان نحقق بروفايل فيلوستي بالضبط، وهاي تراينجلر فيلوستي احنا هون بنعتقد انه هذا الاوبتيمم حتى يوصلني للمكان، انقل هذا اللود من مكان لمكان. ايش انا اللي مهمله هون؟ في شيء اهملته هون باي ديفينيشن من الرسمه. انه المفروض يكون كيرف، شو بنسميها؟ جيرك. هون انا اهملت الجيرك هون، يعني مفترض هون انه الجيرك ايش؟ لا لا انا هون مفترض انه الجيرك انفينيتي، والاير تساوي دي، الاكسلريشن بيساوي الديسلريشن، وهذا فاينلت. والمسافه اللي راح اقطعها وينها؟ هي انتجريشن الاريا تبع هذا الكيرف، الانتجريشن تبع هذا الكيرف. اوكي، والزمن اللي راح ياخذني حتى اوصل هذا الجسم من المكان الاول للمكان الثاني هو تي او تي 1 اذا بدك تسميه. اوكي ماشي. طيب بس ليش الجيرك انفينيتي؟ جيرك انفينيتي لانه انت الان اشتق مره واحده، شو راح يطلع معك؟ اذا اشتقيت في او تي ايش راح يعطيك؟ الاكسلريشن اي او تي. اشتق مره واحده كونستنت راح يعطيك كونستنت اي هون مضبوط، ونيجاتيف كونستنت اي هون. الجيرك عند نقطه معينه اشتق مره ثانيه تمام، ما هو اذا عند نقطه معينه خلص يعني. هلا هون ايش راح يطلع؟ ايش مشتقت هاي؟ انفينيتي انفينيتي ايش بنسميها؟ اندفاينت ديسكونتينوس هاي البوينت امبلس امبلس. لما يكون دقيق وامثلها رياضيا، بقدر امثلها رياضيا هيك هيك، وهون راح يكون عندي ضعف الطول او المساحه، عفوا المساحه راح تكون ضعف لانه الامبلس له مساحه. هدول مشكلتهم هذه انفينيت. ايش تعريف الامبلس؟ له ويت لكن تمام، الارتفاع تبعه انفينيت، العرض تبعه زيرو، الاريا تحته واحد واحد، اذا كانه هو واحد دلتا تي، اذا كانه اثنين دلتا تي بيكون اثنين ها؟ فحسب القيمه طبعا اللي موجوده. اوكي ماشي، الكل بتذكر الامبلس وين اخذته؟ السيجنال كنترول تمام. اوكي اذا احنا هون اجينا درسنا هذا السيستم ووجدنا انه هذا هو البروفايل اللي بدي اياه انتقل من مكان لمكان، وهذا هو عمالي برفع ماسز معينه هويست ايش ما كان يكون. احنا هون بنرجع لكلمه الهويست، وفي عندي جيرنج ابلكيشن. السؤال واضح انه بعد ما عملنا احنا الفيلوسيتي بروفايل وجدنا انه هذه هي A اللي بدنا اياها. A اللي بدنا اياها رح تتطلب مني تورك معين هون مضبوط؟ تي دي. هون بنسال السؤال بنقول ايش التورك هذا لو بدي اختار هذا المحرك بالتورك هذا، او ايش هو التورك اللي لازم يحقق لي هذا المحرك حتى يتحقق عندي اكسلريشن هون مقداره؟ او انيشال، طبعا احنا بنحكي عن الانيشال اكسلريشن اول ما ببدا السيستم.
طيب اذا هلا بدنا نجمع احنا مجموعه تي، ايش التيز اللي باثروا عندي هون؟ في تي اللي جاي من المحرك مضبوط، تي دي. اذا سم اوف تي على الهاي سبيد شاف يساوي تي دي اللي جاي من الدرايف، انا سميته تي درايف، ناقص ايش راح يكون؟ يعني هلا هاي هون احنا عملنا نعمل بحيث انه هذا يتحرك بهذه هي الكونفنشن. اذا هذا التورك اللي بتاثر عليه الماس راح يكون نيجاتيف مضبوط، لكن هذا التورك راح يكون لاحظ انه ام 2 بتساعدني وام 1، اذا راح تكون هذه ماينس التورك اللي ناتج عن ام 1 بلس التورك اللي ناتج عن ام 2. كل واضحه هاي بالنسبه له؟ هاي بتساعدني، ولذلك احيانا انا اذا بدي اخفف التورك ريكويرمنتس بساعدني احط ماس ثانيه هون تخفف علي. هاي بنسميها كاونتر ويتنج. بس ما حطينا الريشيو، انت بتحكي على الهاي سبيد فلازم انا لسه بس بحط هاي كلها على الهاي سبيد. ممتاز كلامك كويس عشان اذكر حالي. منيح هيك؟ مضبوط هيك، انا عاملها ريفيرال للهاي سبيد، هلا بعدين بدنا نشتغل فيه. طيب اذا هون عندي هلا تي دي، انا هو اللي بدي اعرفه، مش هيك؟ هو اللي بدي اعرفه. صار عندي هذا تي دي اتش اس اس. هلا M1 خلينا نطلع على M1 تي. هلا بامكاني اذا بدنا هدول الاثنين نجمعهم هلا او بامكاننا نجمعهم بعدين، مش مشكله. M1 اول شيء هاي راح تكون M في G مضبوط، اذا M1 في G مش هيك؟ هاي ايش راح تعطيني؟ عفوا M1 في G، G في دي اس 2 في M1 في G راح اضربها هلا في الراديوس مضبوط، هذا راح يكون دي اس على 2 راح تعطيني تورك هلا هون مضبوط. صار التورك هذا، بس هذا التورك على اي شاف؟ اللوز شاف. بدي احوله على هاي سبيد شاف، ايش راح يصير فيه؟ راح التورك من هون لهون عم بزيد مضبوط، فالتورك من هون لهون ايش راح يصير؟ بزيد راح ينزل على ار جي جي، لكن كمان ايش راح يصير؟ لا لا هذا تورك، تورك هاي بس السكوير، هذه هون تورك. التورك احنا قلنا اذا عندي تورك هون شو بصير فيه لما يتحول للتورك هون؟ بزيد 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 بزيد. اذا عندي تورك هون ببين كانه تورك هون اصغر من قيمته الاصلي. وايش كمان عندي؟ افشنسي. الافشنسي قسمنا على الافشنسي لانه انا فعليا التورك اللي هون هو بده ينتقل للتورك هون يتغلب على هذا التورك، فالتورك اللي بيجي من هون لهون راح ينضرب في ايتا، فالتورك اللي بيرجع من هون لهون راح ينقسم على ايتا. ماشي واضح؟ وهذه ايتا طبعا هون فورورد زائد ام 1 نفس الام 2 عفوا في جي في دي اس على 2 على ايتا فورورد ار جي. هي هدول صاروا بهذا الشكل هيك. اوكي ماشي، هي هدول جاهزات، ما فيش شيء ثاني نعمله فيهم، هدول هذا جزء من المعادله صار جاهز. هلا هاي تكملة المعادلة شو بيساوي هذا؟ تساوي الفا وين؟ دائما عم بشتغل هون على هاي سبيد شاف، هاي بدها تكون هاي سبيد شاف مضبوط؟ بدها تساوي هون ايش راح احط؟ اي ام 1 هاي سبيد شاف زائد اي ام 2 هاي سبيد شاف مضبوط؟ هذول كل واحدة من الماسز راح تبين كأنها، يعني على فكرة كل واحدة من الماسز هذول إذا شلتها وبدي أبدل الأثر الإنيرشا تبعتها شو بقدر أحط محلها هون؟ كوفلنت بقدر أحط محلها إنيرشا فلاي ويل هون بتمثل كأنها الفلاي ويل الأصلية اللي من الماس، أثر الماس. الماس لها أثرين، كل ماس لها أثرين، إيش الأثرين اللي أثرت علي هون؟ كل ماس لها أثرين بتأثر بال في أثر جت بالتورك مضبوط؟ لأنها سحبته لتأز وفي لها أثر بالإنيرشا، التورك انطرح طرح بس الانيرشا انجمعت جمع، يعني شوف على فكره لو كانت ام 1 بتساوي ام 2 شو بكون اثر التورك؟ زيرو، لان دول الثنتين بيربطوا بعض، بس اثر الانيرشا بضل زي ما بضل موجود. اذا عندي هلا هدول جاهزات هيك، هلا هذه بتساوي الفا، هلا الفا هاي سبيد شاف شو علاقتها بالالفا لو سبيد شاف؟ باي ديفينيشن اذا عندي الفا هون كيف بطلع منها الفا هون؟ بضربها في ار جي، بضربها في ار جي مش هيك؟ لانه هاي السرعه العاليه وهي السرعه الواطيه، اذا بدي احول من هون لهون، اذا ضربت الفا لو سبيد شاف ضربتها في ار جي بتعطيني الفا هاي سبيد شاف مش هيك؟ هاي اول مرحله. عندي كمان هون هلا بدي اخذ اي، هلا قلنا اي ايكوفلنت الاثر ام 1 هون على هذا الشاف شو بتبين؟ بتبين ام 1 دي اس على 2 مضبوط. هاي هون صارت كانها موجوده على هذا الشاف من هون زائد ام 2 بدي اس على 2 تربيع. هذا كله لسه على اي شاف؟ احنا هون عم نشتغل اللو سبيد
اللو سبيد شارت مش هيك؟ لا احنا بنو ريفليكشن هاي سبيد جاهز. انا هون انت لخبطنا الامور كان مفهوم ما عملتهاش بهالشكل. خلي هذه هون هلا على الفا هاي سبيد اوكي؟ او لا خلي هاي كلها هون الفا لو سبيد شارت. احنا المفروض نحولها مباشره كلها على الهاي على اللو سبيد شارت عشان انا حطيت الايكوال. انسى هلا الايكوال شوي خلينا ناخذ هدول هيك عشان نقدر نمشي فيها خطوه. احنا اخذنا هاي حولناها لللو سبيد شارت، حولنا هاي لللو سبيد شارت مضبوط. هلا هاي بدي اياها اللو سبيد شارت بس هاي بدي احولها ل A. ايش العلاقه بين A والفا لو سبيد شارت؟ الفا هاي سبيد تقسيم لا بين A والفا لو سبيد شارت A على ال A مقسومه مش هيك؟ اذا صارت A بدي اقسمها على اس على 2 راح تعطيني الفا لو سبيد شارت مضبوط. فصارت عندي هذه هون بهذا الشكل. بعدين راح احول بدي احول هاي كلها لاحولها على هاي سبيد شارت. ايش راح اعمل؟ نقسم على نضرب ار جي. هلا هاي راح اضربها في ار جي خلص ار جي عفوا وهاي راح اقسمها على ار جي سكوير تربيع هاي على ار جي تربيع وميتا هاي صارت هاي الفا. هاي صارت عباره عن الفا هاي سبيد شارت مضبوط. وهدول صاروا بالفيرد للهاي سبيد شارت. صارت المعادله الكليه تي دي هاي سبيد شارت بلس او ماينس. هون راح يدخل عندي هدول التنتين جوا اللي ممكن احطهم بهذا الشكل ام 1 ماينس ام 2 مضروبين في دي اس على 2 على تيتا فورورد ار جي. هذا الجزء اللي هو مجموع تي او للهاي سبيد شارت شو بيساوي؟ بيساوي ار جي على دي اس على 2 هاي اللي هي الفا هاي سبيد شارت. وايش ضل عندي هون هلا مجموع هاي اذا بدك هاي اجمعها ام 1 زائد ام 2. وايش عندي هون؟ صارت المعادلة النهائية لهذا السيستم. هاي عبارة عن الفا هاي سبيد شافت. هذه اي ام 1 ريفير تو ذا هاي سبيد شافت، اي ام 2 ريفير تو ذا هاي سبيد شافت، تي ام 1 ريفير تو ذا هاي سبيد شافت، تي ام 2 طبعا ماينس ماينس بتصير بلس، فام 2 عم بتساعدني، ام 2 عم بتعرضني، ام 1 عم بتعرضني، وام 1 احنا مفترضين ام 1 اكبر من ام 2 بهي الحالة. إذا مين اللي مجهول هون؟ تي دي اللي هو من المحرك. مين اللي معروف؟ كل الباقي معروف. واللي بهمني هو القيمه اللي بتهمني هي ايه؟ او العكس اذا بدك بامكانك. اذا بدك تعرف الاكسلريشن رح تنشا انت تي دي اللي موجود. وقف الفيديو يا رب.